الله يسلم. فأنا بقول لحضرة النبي كل الناس تيجي وتروح، وانت حبيبي ساكن في الروح. الله. مطرح ما امشي اطور وفتوح، من نورك يا عيوني تفوح. الله. انت حياتي وكل ما ليا، اصلي عليك وترد عليا، فاشوف الجنة بعينيا، وياك الحضرة باب مفتوح. الله. فأشوف الجنة بعينيا، وياك الحضرة باب مفتوح. لما الهم عليا بيكتر وأحس إن العزم مكسر، أذكر حبك قلبي ينور، حبك يا مدوال جروح. الله الله الله. أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك واشكي لك حالي، أبص ألاقيك بالبسمة أبالي، ما هي بسمة بترد الروح. الله الله الله. تسمح لي يا حبيبي بخدمة، ورجائي مغموس بالدمعة، تتفضل على قلبي بضمة، وأنا كلي هيدوب ويروح. الله الله الله. تسمح لي وأكون خدامك، وأمرغ قلبي بمقامك، وفي لحظة أدخل في أمانك، ولا عمري بالسر أبوح. ولا عمري بالسر أبوح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل هذه الحلقة وكل نفس من أنفاسنا بابا من أبواب الوصل بحضرة النبي، وبابا من أبواب الكرم والجود. اللهم إنا وقفنا على بابك مع حضرة النبي، ورجوناك يا رب أن تجعل هذه الأيام المباركات أيام بركة ونور. اللهم إنا نشم رائحة الجنة في أيام ربيع، فاللهم عطر قلوبنا بالوصال، واجعلنا من أهل الجمال، واجعلنا مع سيد الرجال على كل حال، ولا تجعلنا يا ربنا ننتقل من حال إلى حال إلا ونحن معه على كل حال. يا رب اجعل بيوتنا مليئة بالسعة والنور والبركة والفضل والمنة ببركة سيدنا المصطفى، واجعل ربيعنا ربيع حياتنا، واجعل ربيعنا نور قلوبنا بسر أسرار الوصال المحمدي، فاجعلنا يا ربنا على الدوام في رضاك وفي حماك بسر حبيبك ومصطفاك، صلى الله عليه وآله وسلم.